صباح الخير عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. اليوم ان شاء الله غنديرو ان ديسير. هذا لو ديسير ساهل، سي فاصون تشيز كيك، ولكن تيكون ساهل وزوين بزاف وفريمون تيكون لذيذ. تنتمنى انكم تجربوه لان ساهل بزاف، عاد تقدروا توجدوه في اي لحظه. دونك ندوزو للمقادير. دونك عندي هنايا 700 غرام ديال البسكوي ماريا، هذا بغيتو ديرو سبيكولوس ديرو، بغيتو اي واحد اللي عنده شي بسكوي ديرو. انايا اختاريت هاد ماريا لان تعجبني حتى في اللذه ديالو. دونك عندي جوج معالق ونص هنايا ديال السكر كلاصي، جوج معالق ونص ديال السكر كلاصي لا كريم، عندي جوج معالق ديال النشا اولا ديال لا كريم باتيسيير اللي بغيتو، عندي 700 غرام ديال الليمون معصر، 700 غرام ديال الليمون معصر، عندي 300 غرام ديال الزبده، وعندي وحده فيلادلفيا اولا الماسكاربون اللي بغيتو، يا اما فيلادلفيا يا اما الماسكاربون، وعندي 100 غرام ديال الزبده البسكوي اللي غادي نذوبها ونديرها مع البسكوي. دونك اول حاجه غادي نذوب 100 غرام ديال الزبده وغادي نطحن البسكوي ونتلاقاو، وعندي شويه لافاني وباردون ونسيت لكم جوج معالق ديال السكر سنيده الليمون. دونك هنايا من بعد ما طحنت البسكوي دونك غادي نضيف عليه الزبده، غادي نخلطو مزيان حتى يتشرب لي ديك الزبده، وموجد الكادر اللي غادي نخدم فيه. غادي نخويه في الكادر، انا اختاريت هذا كاري، نتوما اختاروا اللي بغيتو. غادو مزيان، كناخذ واحد الكاس باش نضغط عليه مزيان. ضغطوا عليه باش تقاد لكم القاعده، عاد ديك الساعه غادي نقادوه دابا من الفوق. صافي دابا غادي نخشيه في الثلاجه واحد 10 دقائق على ما نوجدو لا كريم. دونك هنايا من بعد ما درنا سميتو البسكوي في الثلاجه، دونك غادي نبداو نطربو دابا في الزبده مع السكر كلاصي، جوج معالق ونص. دونك هنا درت 300 غرام ديال الزبده، واحد معلقه ديال لافاني، وعندي حك ديال فيلادلفيا. انا قلت لكم اللي عنده الماسكاربون يديرو، اللي ما عندوش يدير جبن ريكوتا ولا
نطربوا الزبده تكون حراره المطبخ، نطربوها مزيان مع السكر كلاصي ولا فاني، ومن بعد نبداو نزيدوا فيلادلفيا بشويه بشويه. نزيدو دابا فيلادلفيا، انا تنضيف معاه حتى الماء ديالو ما تنحيدوش. صافي انا غنطرب دابا مزيان، تنحصل على كريمه دونك هنايا. من بعد ما كملنا لا كريم تنحطوها فوق البسكوي، فوالا غنسرحوها سهلة، لو ديسير كامل هذا سهل. فوالا غنقاد لا سيرفاس، نقاد الجناب، ثم سيت اون كيسيون دورغانيزاسيون. تردوا الغداء ديالكم ودوزوا تصاوبوا لو ديسير ودغيا تيوجد، ما محتاج لا كونجيلاتور ولا والو، يا الا خشيتوه في كونجيلاتور غتخشيو بور 10 مينوت صافي، جوست باش يبرد. دونك صافي دابا انا غنديرو في الثلاجه وندوز نصاوب الطبقه الثالثه، غنخشي في الكونجيلاتور واحد 10 دقائق على ما نوجد، ولا 15 دقيقه على ما نوجد الطبقه الثالثه. دونك هنايا غادي ندوزو لا كريم الفوقانيه الثانيه، دونك عندي الليمون لي غادي نصفيه، ما تخليوش فيه هاد الشيء هذا ديالو، داك اللب ديالو داك الشيء ما تخليوش، صفيوه مزيان. دونك غندير معاهم معلقه ونص ديال السنيده اولا جوج اللي بغيتو، وغندير معاهم معلقه ونص ديال النشا. غادي نحرك مزيان ونديرهم فوق البوطه يغلاو. تقدروا تزيدوا معاهم واحد شويه ديال لاروم ديال الليمون. دونك هنايا تنحصل على كريمه بهذا الشكل، ما نجيش نخويها فوق لا كريم الاخرى،
دونك لان غدوب ليا سي اون كريم او بور بالفرماج دونك غدوب ليا الزبده دونك غنخليها حتى تدفى ومره مره نحركها باش ما تجمدش ما بغيتهاش تجمد خاصني هكذايا نبقى نحرك حتى نشوفها دفات الحراره اللي ما غاداش تذوب لي الزبده عاد نجبد هذا سميتو لو مول من الكونجيلاتور ونخوي فوقو هاد لا كريم دونك هنايا من بعد ما بردنا لا كريم الفوقانيه دونك صافي غادي نزلوها شويه فوالا نسرحوها فوق الكاطو كله شويه سرحوها صافي هكذا وغتاخدو ربيعات ديال الليمون ديروهم هكذا فوالا دونك غنعاود نخشيها دابا تبرد بهذا الشكل هذا ومنين نبغيو نقطعو نقطعو كل كاري فيه ربيع ديال الليمون اللي بغات ترش فوقها لي بيبيتو شوكولا ترشهم يمكن انا تانا غنديرهم دابا دونك نتلاقاو ان شاء الله ملي تبرد لنا الكادو دونك هنايا من بعد واحد ربع ساعه دونك غنديمولي فوالا دونك سنحصل على ان كاطو بهذا الشكل هانتوما دونك غناخد واحد ان بلا ونقطع لكم ان مورسو دونك هنايا نقطعو ان مورسو فوالا نحصلو عليه فوالا بهاد الشكل هذا فريمون لذة لذيذ بزاف وبصحة وراحة دونك الديسير ديالنا هو هذا فوالا هانتوما شفتو نحصلو عليه بهذا الشكل تيكون فريمون روعة في اللذة انا درت له هاد لي بيبيتو شوكولا عجبوني ودرتهم سادون ان بو دو كولور وبصحة وراحة